السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دي المسألة اللي الدكتور شرحها، اشرح لك سريعا كده. هو بيديك شوية أنشطة والديوشن بتاعتها والبي السيسور بتاعها والتكلفة بتاعتها. فهنرسم أول حاجة. قال لك أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم تلتزم بالباور شوت بتاع الحاجات دي. الباور شوت هتلتزم ازاي؟ هترسم على المحور الأفقي التايم، وهنا الأكتيفيتي. هتبدأ بالأكتيفيتي إيه، ده الديوشن بتاعه 2 ومفيش حاجة قبله. الديوشن بتاعه 2 اهوت ومفيش حاجة قبله. الاكتيفيتي بي الديوشن بتاعه 3 والديوشن بتاعه اللي قبله يعني ايه، فهتبدأ من بدل ايه وتمشي 3 وهكذا بقى في الحاجات التانية. بالنسبة لإيه، إيه البريديسيسور بتاعه البي والسي والديوشن بتاعته 1، فأنت هتيجي عند البي والسي تشوف أنهي أكبر، السي هي والبي هي، فلا أنت هتبدأ من بعد السي، تبدأ من بعد الأكبر يعني اللي هو الديوشن بتاعه أكبر، والديوشن بتاعه 1، وعندك الإف بيجي بعد الدي والإي. فأنت هتشوف أنهي أكبر زي ما قلنا، فعندك الإي أكبر من دي في الديوريشن، فتبدأ من بعدها. اللي باللون ده هو ده الكريتيكال، يعني الكريتيكال باس الاي والسي والاي والاف. ده معناه ان يعني لو اي حاجه من الانشطه دي اتاخرت شويه هيأثر على الديوريشن بتاع الانشط كله. المطلوب رسمنا الباور تشارت. تاني حاجه عايز ترسم الكاش فلو دايجرام، او هو الكاش ان والكاش اوت، ممكن يجيب لك بالصيغه دي والصيغه دي. بيقول لك يا سيدي ان في كل اسبوع انت بتدفع $1000، تمام؟ تدفع $1000 والفايدة ب10%. فهنرسم الكاش ان والكاش اوت ازاي؟ بص يا سيدي، انت هترسم هو الرسمة، هتحط عند كل اسبوع 1000، قال لك بتدفع كل اسبوع 1000. هترسم الكاش اوت الاول وبعد كده ترسم منه الكاش ان. الكاش اوت بيكون عبارة عن اس كيرف، يعني الكاش اوت عبارة عن اس كيرف، يعني كل شوية المقاول بيدفع فلوس. السلم بقى ده اللي هو كل شويه بيجي له فلوس اللي هو الكاش ان، تمام؟ فهتقسم الكاش اوت ازاي؟ الكاش اوت بتقسم بعد نهايه كل مرحله. فيعني تعال عند المرحله بتاعت الديوش، المرحله اكتيفيتي ايه؟ النشاط ايه؟ هتقسم الكاش اوت. الكاش اوت يعني هو دفع كام؟ قال لك كل اسبوع بتدفع 1000، يبقى 2000 اهوت، زائد هو دفع كام بقى في الاكتيفيتي؟ دفع 10000، يبقى 10000 زائد 2000 ب 12000، تمام؟ تعالى على الاكتيفيتي اللي بعده. ايه الاكتيفيتي اللي بعده؟ اكتيفيتي بي. يبقى تيجي تحسب عند اكتيفيتي بي، شوف بقى هنا دفع لكام، يعني لحد هنا شوف دفع كام، لحد هنا دفع كام، فهيكون ال 12000 زائد الشويه دول. الشويه دول هما كام؟ عندك في 3 اسابيع الواحد ب 1000، يبقى 3000 اهمت. وعندك في الاكتيفيتي بي داخل كله معانا 12000، وعندك الاكتيفيتي سي داخل منه 3 اسابيع كل اسبوع ب 2000. هم كام قال؟ كام اسبوع؟ 1 2 3 4 5 6، وكله اصلا ب 12، يبقى 12000 على 6 بالاسبوع بقى ب 2000. يبقى عندك 3 اسابيع ب 2000، وعندك 12000، وعندك 3 في 1000، وعندك الاكتيفيتي دي داخل منه 3 اسابيع كل اسبوع ب 3000، تحسبها تطلع معاك ب 42000، تمام؟ طب انا عايز احسب عند نهايه الديوريشن دي، احسبه ازاي؟ نمسك عند الديوشن، الديوشن دي هنحسبها ازاي؟ هنقول ال 42000 زائد، شوف بقى اللي جالنا بعد هنا كام. اول حاجه عندك في اسبوعين ب 1000، يبقى الاسبوع واحد ب 1000، يبقى 2000، عندك 2000 اهمت. وعندك في اسبوعين من نشاط سي، الواحد ب 2000، 2 في 2000 زائد 2 في 3000، هديك 64000. طب نحسب فين بعد كده؟ عند سي، نهايه السي نفس الكلام، هنحسب ايه؟ يبقى 64000 زائد عندك فيه اسبوع واحد ب 2000، وعندك اسبوع ب 1000، يبقى 64 زائد 2000، هي دي مش 64، معلش انا مش شايف، بس 54 اسف، زائد 2000 ب 56، زائد 1000 يبقى 57000، تمام؟ تعالى بعد كده نحسب عند نهايه الدويش، نهايه الاكتيفيتي اي اللي هو تحت، نفس الكلام، 57 زائد 1000 ب 58 زائد في 5000 تحت، اديك 63. نهاية الديوريشن اف نفس الكلام، 63 زائد الديوريشن اف كله زائد 1 2 3 4 5 6 في 1000، هيديك الرقم ده، تمام؟ ده الكاش اوت اللي المقاول هيدفعه. طب المقاول بياخد المستخلص بتاعه كام، او المالك هيديله فلوس امتى؟
من غير ما يقول لك بيديها لك، بيديله بعد يعني مثلا هو دفع في الاسبوع الثاني، يبقى ياخد في، هياخد المستخلص بتاعه بعد شهر، يبقى ياخده في الاسبوع السادس. يعني هو دفع في الاسبوع الثاني اهو، احنا عتلنا عند الاسبوع الثاني، يبقى ياخد الفلوس بتاعه، ياخد المستخلص بتاعه امتى؟ في الاسبوع السادس. تمام؟ بتحسبها ازاي؟ قلنا الفايده بتاعته كام؟ بواحد ب 10%، يبقى 1.1 في 12000 هديك 13200. طب ماشي، طب تعالى، هو دفع فين تاني؟ دفع في الاسبوع الخامس، يبقى ياخده بعد 4 اسابيع في الاسبوع التاسع اهو. 13200 في 1.1 هيديك 46200. تمام؟ دفع فين تاني؟ دفع في الاسبوع السابع، يبقى ياخد المستخلص بتاعه في الاسبوع ال11 وهكذا. هنا دفع في الاسبوع ال15، ياخد المستخلص بتاعه في الاسبوع ال19. ولو جيت حسبت دي، يعني دي تكلفة المشروع كله 78000، 87000 آسف، في 1.1 هيديك 95700. بس انت لازم تحسبها واحدة واحدة، ده اسمه الكاش ان والكاش اوت، او ممكن يدولك بصيغة اللي كان كاتبها في اسمه فلو دايجرام، من غير ما اقولك كاش ان وكاش اوت. بس هو ده اللي الدكتور شرحه.